الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تحفيظ الآيات الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ومن ثم المدارسة والشرح للآيات الكريمة حتى نفهم كتاب الله عز وجل، فنحفظ القرآن بفهم إن شاء الله جل وعلا. سورة الفاجرة من الآية 1 إلى الآية 14 إن شاء الله تبارك وتعالى، فلننتبه ونردد سويا حتى نحفظ الآيات في فترة وجيزة بفضل الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. 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 والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وثمود الذين
الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد الذين طغوا في البلاد 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 فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فصب عليهم ربك سوط عذاب 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 إن ربك لبالمرصاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
العباد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وبعد ترديد هذه الآيات الكريمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين آمين يا رب العالمين. نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالذي يلقي القرآن في صدورنا هو الله سبحانه جل وعلا. الآن بعد ترديد الآيات تقرأ هذه الآيات 50 مرة إن شاء الله تبارك وتعالى وتحفظ بأمر الله. شرح الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه البداية لهذه السورة الكريمة. استهل الله تبارك وتعالى السورة الكريمة بالقسم، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بوقت الفجر والليالي العشر الأول من ذي الحجة وما شرفت به، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياها، وبكل شفع وفرد، وبالليل إذا يسري بظلامه. أليس في الأقسام المذكورة مقنع لذي عقل؟ هل في ذلك قسم لذي حجر يعني صاحب عقل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. يعني ألم تر أيها الرسول، خطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، خطاب له صلى الله عليه وسلم: ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بقوم عاد قبيلة إرم ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني في عظم الأجساد وقوة البأس، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وكيف فعل بثمود قوم صالح الذين قطعوا الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتا؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. وكيف فعل بفرعون ملك مصر صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه وقووا له أمره الذين طغوا في البلاد؟ هؤلاء الذين استبدلوا وظلموا في بلاد الله فأكثروا فيها بظلمهم الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب الله عز وجل عليهم عذابا شديدا. إن ربك لبالمرصاد، يعني إن ربك أيها الرسول صلوا عليه وسلموا تسليما، إن ربك لبالمرصاد لمن يعصيه، يمهله قليلا ثم يأخذه، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه جل وعلا. وبذلك تم شرح هذه الآية الكريمة. والسؤال: ما هي الوصايا العملية المستخرجة من هذه الآية الكريمة؟ تكتب إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.